اهلا بيكم، معاكم علاء من تيم راب سين ومعانا فيديو اخبار جديد. قبل ما نبدا في المواضيع اللي معانا، خلونا نروح نسمع جزء من تراك لديكس بعنوان سايتاما. عايزين نقول كتير وانا بطولي برف الوسطاني زي من تونس ورا كبير زي بولس انا البطل بعد التيب ابوس سوزن فا بطل وكادر كتيري ديكس عديد زي سايتاما ربنا فاكن وديدلس تيكن انا بالجيبلا ساكن حقك زي وولس قلبي اسمه زي باندا فانزي شعبور وكان. وده كان تراك ديكس بعنوان سايتاما، هتلاقوا لينك التراك او الكومنت مثبت تحت، تسمعوا التراك واكتبوا رأيكم فيه. كمان هتلاقوا في الديسكريبشن لينكات لجروبات واتساب وجروب تليجرام للقناة اذا حابين تنضموا فيهم، وتقدروا تنضموا في جروب واحد بس واتساب لان كلهم نفس المحتوى. كمان ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وتشاركوا القناة لأي حد من صحابكم مهتم بالراب سين، لان ده بيساعدنا جدا جدا على الاستمرار والانتشار. ودلوقتي نبدا بفقره الاخبار. لورد هوست راب اور داي اتسال اذا هيباتل تاني او لا، وكمان حد ساله عن رايه في ويجز وزناوي يحل مشكلته معاه، وكمان في حد ساله اذا ممكن يعملوا منافسه بين برنامج راب اور داي وبرنامج الباتل زون، واخيرا اتسال اذا هيعمل فيت قريب مع ارسينيك او لا. ولورد جاوب على كل الاسئله ديت في فيديوز، وخلينا نروح ليها. لا والله هتفق معانا اقدم البرنامج واعمل تراكات اور الباتل مش في دماغي خالص خالص. ما بكرهش ويجز كرابر خالص خالص يا اسطى. كلمني وانا داخل السنه دي بروح بدري عشان قبل كده عيله جدا يعني، ومش حابب يبقى في مشاكل مع حد، مش مركز في اكل عيله. مالهاش لازمه والله العظيم، مالهاش اي ستيل لازمه. وحلو ان المنافسة تبقى في حتتين، يعني حتة فيها منافسة وحتة فيها منافسة تانية خالص، فاهم؟ لا اجمل من ان هي تبقى منافسة واحدة. انا وسينيك شغالين على تراك بقالنا كتير، وكل شوية يعني في تراك مع ارسينيك كده. ديابلو او الديبو نزل بوست على الفيسبوك ووضح فيه ان قناته اللي كان اسمها الديبو اتسرقت من مجموعه روسيه كانوا اخترقوا عدد كبير من الحسابات اخر فتره. وعلى ما افتكر كان في قناتين، قناه للرابر السوداني باكز بي والرابر الكويتي جنرال سوك، اتسرقوا اخر فتره. المهم ان ديابلو رجع مره تانية يقدم محتواه على قناه مختلفه، تقدروا تعملوا سيرش عن قناه الديبو وتتابعوه. كورسان كان اتسال مين هيباتل الفتره الجايه، ورد انه احتمال ما ينزلش راب باتلز تاني. جدير بالذكر ان اخر باتل لكورسان كانت في راب اور داي ضد امير نشأت، وكان احسن مستوى قدمه كورسان من وقتها كباتلر، لكن مش عارف هل هو لسه موجود في راب اور داي حاليا ولا مش ضمن المجموعه بعد رجوعها. باتستوتا نزل ستوري على الانستجرام وقال فيها اذا هتحطوني في مقارنات مع حد في المزيكا يبقى لازم تعرف اني بعمل مزيكا لنفسي ولاصحابي وللكلاينتس ولليوتيوب، يعني بعمل للعالم كله من 2016 وبراب، ولما تلاقي حد بيعمل كل دوت ومستمر برضه ما تحطنيش معاه عشان مفيش حد شبهي ولازم تتقبل الحقيقه. ام سي هوك نزل بوست على الفيسبوك للسخريه من حمرابي وقال فيه ان اللي عايز فيرس من حمرابي يكلمني وهبيع الفيرس ب 20 جنيه، وقال ان موجود عنده 7 فيرسات للبيع، وان دلوقتي تقدروا تعملوا البوم مع حمرابي ب 140 جنيه، وان ده ما فرقش كتير عن سعر حمرابي الطبيعي. وبعدها علق على بار لحمرابي في الكومنتات. عمار حسني نزل اسك على الانستجرام واتسال اذا ممكن يشارك في راب باتلز، وقال انها مش حتته ومش حابب يقلل من نفسه، وانه لما يحس انه عايز يعمل راب باتل هيبقى يعمل وقتها، واتسال اذا ممكن يعمل تراك مع مروان موسى او ارسينيك، وقال انه يحب دوت جدا، واتسال اذا ممكن يعمل حاجه مع كريم مكة او عقرب، وقال ان في تراك بينهم في المعمل، فقريب جدا هنشوف فيت يجمع بين الاثنين. وبخصوص كريم مكة، فكان نزل لايف مهم على الفيسبوك، احتمال ان احنا ننزله ليكم بكره او بعد بكره، بس بعد ما نجتزئ المهم منه لانه كان لايف طويل جدا. وكده نكون وصلنا لنهايه اخبار المشهد المصري، وننتقل لمشهد الراب الخليجي. الرابر الكويتي فورتكس اتكلم عن اعماله الجايه وقال ان في 4 تراكات في الطريق. هجي وايد مشاريع بالدرب، فول ضغط بس الحياه حلوه. هجي لما اشتغل مع ناس عسل، اغنيه مع ترل اوزي بقناه ترل، أغنية مع ترول سلومو بقناتي، وأغنية حجي ما يبي الأغنية الصغيرة عندي، وأغنية حق 16 مال تونس. شلون بصور رزقيري؟ لا عماي إن شاء الله، إن شاء الله قريب هجي نضبط الوضع نضبط لوكيشنات. الرابر السعودي سيكو كان ليه تعليق ساخر على سلومو في لايف فيديو. سي ضغط ليكون تحدي سلومو، يلا يلا انا بسوي 100 ضغط، انا اقوى رابر. سري اوكي صح عليك. الرابر السعودي بلاك بي نزل بوست على انستغرام وكان موجه لسلومو، وكتب فيه لما تتعافى تعالى نيو سكول مع هاشتاج وصلوها. وكان مهند من جروب عيال مكه كتب تعليق فيه سخريه من فيديو سلومو المنتشر بعد تحدي الكلاش في بطوله بريف،
اما من ناحيه سلومو فرد على بلاك بي وقال له وصلت وجايه، وكمان سلومو كان وجه رساله لستيف او خصمه الجديد على حد قوله. فخلينا نروح نشوف الرساله ديت ونرجع تاني. السلام عليكم جميعا، اخبار الشعب طيبين ان شاء الله. شباب السناب دي موجهه لخصم الثاني مو الخصم الاول. الخصم الاول ما ادري ايش هرجته بعد المواجهه اللي صارت في الحلبه، اختفى. اعمل نفسك ميت، الله يقوم بالسلامه، وانتظروا اول ما يقوم بالسلامه ان شاء الله. اما بالنسبه للخصم الثاني يا اخي ايش حركات البزوره دي، قاعد تحط لي مقاطع انا بمثل فيها وما ادري. عادي يا ابوي، اذا انت عارف ايش تسوي في الفلفل انا اقول لك لما اشوفك. بس سؤال يطرح نفسه من جد، انا دحين شايفك الفتره الاخيره زودت البثوث شويه، شكله جاكم متابعين شويه زياده. فسؤال، تبغى تنشهر بانك اللي فقع من سلومو ولا اللي توقع من سلومو؟ اختار وقول لي. السلام عليكم. واخيرا سلومو نزل فيديو اخير اتكلم فيه عن ميعاد التصريح اللي هو قال عليه ان هو هيكون التصريح الاخير من فتره، وكان وجه كلام لقنوات الراب. فخلينا نروح نشوف كلام سلومو. السلام عليكم. قد سلمت. المهم بالنسبه للي بيسالوا ايش بالتصريح الاخير ما نزل، يا اخي بالعاني ما نزلته لانه المفروض في قنوات على اليوتيوب وظيفتها هي انها تنزل محتوى الرابرز يوميا بدون اي تحيز. هم كده قنوات بيقولوا عن نفسهم حياديين، بينزلوا المعلومات اللي بتصير في الساحة أول بأول. فأنا شايفهم الآن ما هم ماشيين أول بأول، ما أدري إيش هو المحتوى حقي زاد عليكم ولا ما صرتوا تحبوا المشاكل زي أول، ولا حسيتوا نفسكم انحشرتوا بتحيزكم، ولا إيش الهرجة بالضبط فهموني. عموما حديكم يومين كده تلموا نفسكم كويس، يوم السبت حينزل التصريح الأخير. فأتمنى أنكم تختاروا تصاريح كومنتوا كمان اللي حتقولوها عن تصاريحنا كويس. سلام عليك. وبس دي كانت المواضيع اللي معانا من ناحية الأخبار، ودلوقتي خلونا ننتقل لفقرة تراكات المشهد، وهنسمع جزء من تراكات جديدة نزلت في مشهد الراب العربي مؤخرا. ادور على الكمال ما لقيتوش غير في اللي ساب. حارة كنت احسب عيال وطن واحد بس كنا عيال حارة، ما كانت تخطر على البال حبال الكذب كثيرة، لكن الوطن كذبة بدون حبال بدون اهمال. بعيد عنكم بس لازال يحسب كل مشترياته كم بتكلف بالريال. جيب الشنطة وجيب كفلنا وجيب احد كفلنا، ما بتحسبه لم وطن كثر اللي انحرم منا طغينا ومنا. كنت احسبهم فينا ومنا، تبغى وطن يتموت رصاصة وتموت وانت تستنى. اخذنا دروس بس ما تكفينا، زرعوا الحب والولا بس من سقت وماتت فينا. موسيقي جايباك نصيحة فلايباك، واقف ببسط مشهدكم لضعيف كأني وايباك، ماسك مربط الفرس بلا حرس، وقت ما أوقف كلامي بتسمع رنة الجرس. ها بس لسه بدري، هذا أول تراك من إي بي دي جي جاد مان والبي آي جي. ستاب تراين بي مي، الموضوع مش إيزي، اليوم اتضرب بوم باب مش رقص كيكي، فهمت حبيبي؟ ها من وين سام جاب أقلام؟ هاد كلام هام، زمان كان في التزام بس التراب داب، كلهم نسيوا بس احنا منسينا لسه فينا، لما غرقوا احنا لأخذنا الأصالة عالسفينة. بنشرق الثقافة فبنشرق الثقافة، اربط الباندانا بالشماغ وزيدهم ومن فراغ خلقت. أنا خلقت لجي سبب في المقام الأول عبادة الفرد الصمد، وبعدها لازم يكون لي هدف ولو كان الطرق شاقة وذات كلف، واللي حيسهل لي طريقي لو كان هدفي بحلمي مرتبط، كده حيكون النجاح لي فيه لأني بنجزه بكل حب وشغف. حلمي اللي جمل لي حياتي والحاجز اللي بينه وبينه حيكون يوم وفاتي، حلمي ما أشوف وقت نومي، حلمي اللي سارق النوم من عيوني حتى وإن كانت أفق بعيدة. وكده انتهت المواضيع معانا النهاردة، وكالعادة لو مش مشترك في القناة اشترك فيها واعمل لايك لان ده بيساعد جدا، وشير القناة لأي حد من صحابك مهتم بالراب سين عشان نوسع دايرتنا اكتر، وشكرا ليكم.